بسم الله الرحمن الرحيم. المتكلم الشيخ والحبك الله مدون وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي ومؤثر في نفس الوقت في تيك توك وفي فيسبوك. نختار نتكلم ونقول عن العلاقات الموريتانية الصحراوية، انها علاقات وطيدة وممتازة، وهاي الزيارة دليل اخر على الجمهورية العربية الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها. ونختار هنا نختم الفرصة ونقول عاش التضامن بين الجمهورية العربية الصحراوية، ونختار حكومتنا الحكومة الموريتانية تقطع العلاقات مع الاحتلال المغربي، تقطع العلاقات مع الحتو وتحلحل الجزائر، تدعم الشعب الصحراوي شعبا وحكومة، وتمرق عنا سفارة الجوسيس المغربية، تمرق سفارة الجوسيس المغربية، وعاشت الجمهورية العربية الصحراوية الموريتانية، الجمهورية العربية الصحراوية، وتحية للجزائر، وعاش الشعب الموريتاني والشعب الصحراوي، ولا نقول الشعار الخالد في التاريخ كموريتاني حر لا بديل عن تقرير الصحرر. والقضية الصحراوية قضية نحن الموريتانيين، ونحن والشعب الصحراوي أمة واحدة، مصير مشترك. والله لا مرحبا وسهلا ومرحبا رافيا، وخيرت برئيس الجمهورية إبراهيم خالي، هذا قايله مؤثر ومدون وهذا مسؤول عنه. ومرة أخرى تحية للجمهورية العربية الصحراوية.